دورلي شافي ايش تريدين؟ احكي. اقول لك والله حرامات دكتور غزوان ما يدرسنا السنه الجاي. يا مشكله دكتور غزوان، ايش بيك؟ ايش بيك اليوم يا دكتور غزوان؟ اشتغلي اشتغلي. دكتور غزوان عارفين الشغل؟ نحن دكتور غزوان. تعال تعال هنا. شنو السر الضام عليه؟ لا تكون متزوج. زوجتك تغار تباوع لي؟ ليش سيف؟ بشنو قصرت وياك اني؟ بشنو هي احسن من عندي؟ ايش بيك؟ انا كان لازم اتوقع هذا الشيء من عندك، انت شايف؟ ايش بيك اليوم؟ يعني شنو؟ اكيد راح تكذب علي، حالك حال اي شخص. من اللي يكذب بس انت ايش بيك؟ فضحتيني قدام الطلاب، شكو صاير لك اليوم؟ ايش بيك؟ اهدي. تريدين الحقيقة؟ انا متزوج. اي ومتزوج اربع همينة. وماكو مكان للخامسة. يلا روح اشتغلي. كارل. الزوج. ها شكو شو تريدين؟ اوه اسفه بالغلط. بالغلط اسفه. أقول لك هذا رقمك؟ لا مو رقمي، هذا إيش مكتوب عليه؟ أقري؟ سيف تعرفين تقرين يعني؟ اشتغلي يلا اشتغلي. كافي بابا كافي كافي، دوختيني. إيش قد تحكين صدق كذي؟ سؤال واحد سؤال واحد وبعد ما يلا تفضل. شو وقت تكمل روايتك؟ بابا يقول لك اللي غير عادته تقل سعادته. زين شوفي منو بالباب يلا. يعني ما حد كمل رواية؟ منو؟ ليش ما فتحتي بمفتاحك؟ هاي شنو؟ ايش بيش تبكين؟ نور ايش بيش تبكين؟ تعالي بس قولي لي ايش بيش تبكين؟ ما في شيء بس اوفيني. صاير وياك؟ شبيك؟ بس احكي لي شبيك؟ شبيك؟ تقولش ما في شيء رنا اوفيني. نور تعال احكي وياك. ليش تبكين؟ ألو أمل؟